السلام عليكم، معكم ايوب حيي من قناة ايوب حيي. كنتمنى انكم تكونوا كاملين لاباس عليكم وبخير. اول حاجة كنقول لكم مبروك العيد والله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله. اول حاجة بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف حيت لي زابوني غاديين وكيتزادوا، وهذا ما كيزيدني غير لونكوراج، كيزيدني واحد يعني واحد الروح ايجابية باش نزيد لي فيديو ونزيد نخدم. ثاني حاجه بغيت نقول لكم باللي هذه القناه هذه ان شاء الله غادي يكون واحد المحتوى اللي زوين بزاف، غادي تستافد. يعني انا كنضمن لك باللي الا دخلتي غادي تستافد من دروس ديال الرياضه اللي غيكونوا ان شاء الله جايين، غادي تستافد من واحد الفقرات اللي غيكونوا في البرنامج في الحلقات. يعني فقرات انا عارف باللي كاينين الدريات اللي كيتصنتوا ليا وكاينين الدراري كذلك، دونك غادي نحاولوا نديروا موازات بيناتهم ونديروا كذلك فقرات ديال البنات مثلا الطبخ او لا لابوتي او لا لو بيانيتر او لا بزاف ديال الحوايج اللي غادي تفيدكم كاملين. دونك القناه غتكون شامله وغادي تستافدوا منها وغيكون محتوى زوين ان شاء الله. ثالث حاجه بغيت نسلم على واحد الفان اللي اول فان غادي تعيط ليا في التليفون، غير المشكله هي انها عيطات لي وقعتني كارت تكنيك ناس وما قدرتش انا يعني ما تفاعلتش معها وصحابي غير كيتفلاو ولا شي حاجه، مي كان داكشي بصح وكنسلم على هجره من تمارا. كنقول لك شكرا بزاف، الاتصال ديالك كان يعني زادني تحفيز وزادني واحد يعني واحد كما كنقول دائما روح ايجابيه باش نزيد نخدم ونزيد ندير لي فيديو ونقلب على مواضيع حساسه ومواضيع اللي مهمه اللي غادي تفيدك انت وانتي وبزاف ديال الناس. ندخلوا الموضوع ديالنا. الموضوع اليوم غادي يكون ان شاء الله اربعه ديال الحوايج اللي مهمين في الحياه ديالك، مهمين في القرايه ديالك، مهمين يعني في الخدمه ديالك باش كتزيد يعني كتكون عندك يعني كدير واحد الخدمه بارفيت يعني كتخدم وكتكون دائما اجور مع الدروس ديالك اولا اجور مع الخدمه ديالك. الا كان كيهمك هذا الموضوع وكنتي باغي تعرف هاد لي 4 بوين اللي انا موجد لك بقى معايا حتى الاخر. فاول نقطه مشاهديه غادي نتكلم عليها وهي مهمه بزاف هي البريز دو نوت، يعني ناخذ ملاحظات وانا يعني في الدرس يعني الاستاذ كيشرح وانا عندي واحد مذكره والسيلو، دونك اي حاجه كيقول الاستاذ كنقيدها كنكتبها وانا مركز مع هذه. اول حاجه كتخليني المقام منتبه في الدرس، يعني ماكشي استاذ كيشرح وانا كنفكر في شي حاجه اخرى، لا كتخليني ديما منتبه وكنتصنت الاستاذ شنو كيقول وانا كنكتب كاع الملاحظات اللي كتجيني مهمه بزاف كيقولها الاستاذ. فهذاك الشيء اللي كيقول الاستاذ في الشرح ما يقدرش يكتبوا لك مثلا، ما غاديش يكتبوا لك في الدرس، ملي غيملي عليك الدرس ما غاديش يكتبوا لك. اذا انت كتكون عندك واحد لا فالور يعني اجوتي، كتكون عندك واحد البلس هو ان داك البريز دو نوت كتبتيه، يعني ملي كتجي كتحفظ كتلقى راسك ديجا فهمتي يعني الدرس من الاستاذ، يعني خديتي واحد 50% و 50% اخرى كتكملها في الحفاظه اولا في البراتيك يعني كالكي ولا شي حاجه. اذا باش ناخذ ملاحظات مهمه بزاف دائما نمشي مبرمج راسي باللي انا غادي نتبدل وغادي نولي يعني كناخذ ملاحظات في الدرس، ناخذ استاذ نتصنت الاستاذ مزيان والسيلو في يدي وكنكتب وانا كنتصنت ليه وكنكتب، وهذه شخصيا انا كنستعملها وكتجيني مزيانه اكثريا ملي كنبغي نحفظ. كنلقى راسي ديجا عندي واحد يعني واحد رصيد كبير على داك الدرس وفاهمه مزيان من القسم. ثاني ملاحظة مهمة بزاف اللي هي تنظيم الوقت. فتنظيم الوقت مهم بزاف. الناس اللي كيقراو يعني انا كنتكلم مع جميع الفئات، يعني اللي كيقرا في السادس في السابع الثامن التاسع 5ام 6ام الباك، يعني كندو معكم كاملين صحاب السونتر صحاب لافاك، دونك الكلام اللي موجه لكم كاملين. تنظيم الوقت مهم بزاف، خاصني ننظم وقتي يعني يعني بموازاة مع يعني لومبلوا اللي عندي ديال القسم اولا ديال المدرسة. فعندي واحد استعمال الزمن كنشوف الوقت الفراغ وكنعمرو على حساب مثلا عندي صباح غنقرا مثلا من 8 ل 12 وعندي خاوي من 12 لتحت يعني من 12 للعشية. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نشد ديك الاستعمال الزمن ونبدا نعمر ساعة بساعة، يعني نعطي لراسي واحد شوية راحة مثلا من 12 للجوج أو للثلاثة ونص غادي نتكا واحد شوية مع الغداء غنتكا واحد شوية باش ندير ديك لاسيست. عندكم ديرو لاسيست وتنعسو واحد ساعتين ولا ثلاثة سوايع تنتفيق حتى لستة؟ لا، لاسيست نقدر نديرها 15 دقيقة ولا 30 دقيقة باش ديك الدماغ ديالي كيرتاح وكينوض فواحد لينيرجي أخرى باش يشد يكابطي. اللي ننصحكم هو أن الحفاظة حاول تخصصها في الصباح، يعني
حاولت تنوض في الفجر مثلا، صلي الفجر، فطر واحد الفطور زوين يعني بلا دير اتاي جوج بيضات، دير معاك واحد جوج بيضات ديولي داكو، او فطر مزيان وبدا خدام كتحفظ. بالنسبه للبراتيك اللي كان عندك كالكيل او لا كان عندك شي حاجه اللي غتخدم بها براتيك، دونك كتخدم في العشيه لان الدماغ ديك الساعه يلاه تغدى يلاه هذا كي حنايا معروفين علينا كي كتغدى كيجيك داك النعاس وداكشي، دونك حتى ديك الرابعه وقدم كالكيل ديالك. بالنسبه للناس اللي ما عندهم يعني الناس ديال البريفي، كنتكلم على الناس ديال البريفي بزاف عندهم واحد لا شارج في لومبلو، عندك الويكاند سبت الحد حاول تبرمج وقتك تنظم وقتك يعني نشدك لومبلو ونحاول نقاد هاد الساعه شنو غندير فيها هاد الساعه شنو غندير فيها هاد الساعه شنو غندير فيها، وحاول انك تمشي على داك لومبلو بحال عندك لاصال مثلا عندك لاصال مع السبعه ديجا كيقادك دماغك كيبقى يقول عندي مع لاصال مع السبعه وكتلبس حوايجك وكتمشي لاصال. مثلا عندك واحد الشيء مع شي واحد اولا غادي تخرج تلاقى مع شي واحد ولا شي حاجه، دائما كتكون منظم وقتك قبل، دونك حط البروغرام ديالك كل حد. مثلا اليوم الاحد غادي نحط البروغرام ديال السيمانه كامله، ها شنو غندير نهار الاثنين، شنو غندير نهار الثلاث، شنو غنحفظ نهار الاربع. مثلا الخميس عندك نص نهار الصباح خاصني نوض الصباح باش نحفظ داك الشيء، والعشيه عاوتاني مثلا قاري غنخرج مع الاربعه غنخرج نرتاح مثلا واحد من الاربعه للخمسه، يكفي انك تخدم ساعه ولا ساعتين ولا ساعه ونص. الكالكول مثلا الا كانت عندك المات ولا الفيزيك ولا شي حاجه شي دومين مثلا ديال الكالكول في السونتاغ ولا في السونتاغ، فتنظيم الوقت مهم بزاف غادي يفيدك كثر باش تكون يعني ديما اجور مع الدروس ديالك. ثالث نقطة اللي مهمة بزاف هي التغذية. كاين شي واحد كيقول لك انا عندي الباك لا ما غاديش ناكل، كتحط الماكلة كيقول لك لا انا كنبريباري، هادشي ما مزيانش، خاصنا ناكلو مزيان لان الماكلة هي اللي غتخليني انني يكون عندي ديك القوة وديك الانرجي باش نوض نحفظ ونخدم دماغي باش نحفظ ويعني نوسخ المعلومات مزيان. فكنصحكم تاكلوا لي صالاد بزاف، تاخذوا لي صالاد لي فخوي والحوت لان فيه الاوميغا 3 مزيان بزاف، كذلك الزرع والشعير والفواكه الجافه كل مزيان هادشي. حاول انك تاكلوا في الصباح مثلا الفواكه الجافه، حاول تاكلها في الصباح مثلا الزبيب التمر الشريحه اللوز القلقاع، يعني حاول تاكلوا في الصباح. و لي صالاد كثر من لي صالاد في الغداء، وحاول انك تاكل الحوت مزيان. العشاء خليه خفيف العشاء اذا باش تبقى دائما مرتاح، وما تكثرش من القهوه، ما تقولش باللي انا خصني ناخذ القهوه باش نبقى سهران ولا شي حاجه، لا هادشي ما خدامش، يعني الصحه ديالك هي الاولى، وبالماكله ديالك بالتغذيه ديالك غادي تقدر انك تحفظ مزيان وتكون اجور مع الدروس ديالك. اللي مهم مع التغذيه وموازاه التغذيه هي الرياضه، ما تسهنش بالرياضه، فالرياضه مهمه غتخليك انك تفورماتي دماغك وتبقى دائما يعني دماغك دائما فيرج، يعني كيكون باقي يعني ملي كتريني كيخوى داكوغ كيتسنى واحد كيسك بغي يستقبل معلومات اكثر، ولكن ملي كتبقى تضغط عليه معلومه وهذا النهار ونهار ولي ستريس ديال هذا النهار وغدا وبعده واحد النهار غادي تنفجر. اذا حاول دير رياضه في العشيه مثلا في سال دو سبور ولا جري ولا لا مارش ولا هذا، المهم باش تخرج باش تفورماطي داك الدماغ وتخليه يستقبل معلومات اكثر واكثر. المعلومه الرابعه او النقطه الرابعه اللي مهمه بزاف وغادي انسيست عليها اكثر اللي هي النوم. فالنوم مهم بزاف، خاصني نعس بكري، نعس بكري وسطو عليها بالحمار غتجيكم غريبه، ولكن نعس بكري 9:30 تلقاني كاو. علاش؟ الدماغ ديالي غيرتاح، غتفيق بصحة جيدة، مرتاح مزيان، غتقدر تفيق بكري تصلي الفجر، يعني غادي تجيك ساهلة. إلا نعسي حتى 12 بالوحدة كون على يقين أنك ما غدير والو، غدلي في الصباح غتنوض خاسر كما كنقولو، غتمشي للمدرسة غترجع ما هواش، غترجع أصلا ديك النعاس، غتغدا غتنعس غتجبد عليها حتى للسبعة، هادشي ما خدامش وما عمرك غتزيد لقدام. بدل راسك بدل التفكير ديالك، حاول ما أمكن أنك تنعس بكري، ما تقولش بلي غناخذ القهوه ونعصر عليها الحامض وكذا وهاديك شي الهضره اللي كنا كنديرو حنا شحال وما ما فاتناش، يعني صراحه حاول انك ما تاخذ القهوه لا والو، ما تقولش غادي نسهر، يعني لكتي نظم وقتك
يعني كنتي كتخدم مثلا كتجي العشيه كتخدم براتيك واحد ساعه ولا ساعه ونص ديال المات ولا ساعه ونص ديال الفيزيك مثلا ولا السيونس وفين كيكون عندك نص نهار ولا الويكاند مثلا السبت كتنوض الصباح كتحفظ داكشي يعني هذوك لي بريز دو نوت اللي قلنا كتشدهم كترسخهم في دماغك كتزيد عليهم واحد المعارف اللي عندك ديجا في الكور وكتخدم بتنظيم الوقت ما غاديش يعني تحتاج انك دير قهوه وتسهر حتى لربعة الليل وانت كتخدم. اولا الدماغ ما كيشد النص ديال داكشي اللي كتعطيه في الليل ما غيشدش لك مزيان. ثانيا غتحس دائما بداك الارهاق وداك التعب النفسي والجسدي فالنوم مهم بزاف. حاول تنعس حاول تحيد داك يعني نقلش عطيك الواتساب ولا شاد الواي فاي انستغرام والفيسبوك وهذا كتضيع الوقت بزاف. توصل ديك 9 او 10 قطع الواي فاي قطع التواجي حط تليفون ابار ونعس ارتاح مع راسك. مهم بزاف هادشي كامل ما تسهنوش به. اهم حاجه هي يعني ملي تسمع هادشي اللي قلت لك قيدو ودير به لان العائله ديال ايوحي كامله بغيتها تبدل كامله بغينا نكونوا كاملين يعني ناجحين متفقين كاع اللي كتفرج فيا وانا يعني لي الشرف انكم يعني تشوفوا لي فيديو ديالي ولي الشرف وكثر ويعني كيفرحني بزاف انني كيوصلني لي ميساج وبزاف ديال الحوايج ولكن ملي تفرج حاول دير هاد الهضره. علاش؟ لان بغينا كاملين ننجحوا كاملين نتبدلوا. الا كنا كنديروا شي حاجه خايبه نبدلوها كنا كنديروا شي حاجه زوينه نزيدوا شي حاجه اخرى زوينه. كنشكركم بزاف كنقول لكم يعني شكرا بزاف على الدعم ديالكم اولا ويعني لي زابوني اللي كيتزادوا نهار على نهار ثانيا ولي كومونتير اللي كيوصلوني ثالثا والاتصال ديال الاخت هاجر من تمارا اللي فرحني بزاف وعطاني واحد لينيرجي بوزيتيف وحتى نتوما مرحبا بكم كاملين. اتصلوا بي ما عنديش مشكل عندك ما تتصلوا بي ونكون ناس كيما بقى الا نودعكم. نهايه الحلقه وصلت في امل لقائكم ان شاء الله في الحلقه الجايه غيكون موضوع اخر ان شاء الله. المحتوى ديال القناه ايوب حيي غادي تكون مزيانه بزاف وزوينه وفيها بزاف ديال المواضيع اللي غتهمكم فدخلوا ديروا اشتراك الى كنتو اول مره غادي تشوفوا الفيديو ديروا اشتراك. كاينين مواضيع زوينين ان شاء الله كاينين دي سيونس دو سبور كاين دي سيونس دو ماساج كاين دي سيونس دو لا بوتي كاين سيونس ديال الطبخ كاين بزاف ديال الحوايج زوينين اللي غيستافدوا منهم لا الدريات ولا الدراري اللي معايا في لاشين. ودابا غادي نقول لكم قراو مزيان وديروا بهذه الهضره كامله والسلام عليكم.